ربنا يخليك. انا شايفك النهارده وانت واقف جنب عبد الظاهر في قدام الاتحاد، وكنت معاه في التحقيق. يعني سمعنا ان هو قال ان هو لا ينتمي لاي فصيل سياسي ولا ينتمي للاخوان المسلمين، ولكن رفع علامه رابعه يعني الوفاء لصديقه او قريبه اللي توفى في رابعه. يعني وضح لنا كده ايه اللي حصل بالظبط. ايه يا كابتن، مظبوط كلام حضرتك صحيح. يعني هو المستشار ساله يعني هل انت كنت تقصد باشارتك دي توجيه رساله او شيء من قبيل ذلك؟ قال له لا، ما يعني اطلاقا وغير مرتبه، وانا عملتها لمده لحظه لان احد اصدقائي توفى في رابعه، فتخليدا لذكراه يعني او عشان اهله يعرفوا ان انا مش ناسيه، فانا عملت كده ولم اقصد الاساءه لاي حد او اي تيار ديني او تيار اسلامي او تيار سلفي او تيار ليبرالي او اي من الاحزاب بكافه انتماءاتها وانواعها. معايا كابتن حازم؟ معاك يا محمد. وان انا شخصيا لا انتمي لاي حزب او جماعه سواء على المستوى السياسي او الديني. ان انا زي اي حد ملتزم يعني باداء الفرائض والسنن اللي موجوده على اي مسلم يعني، لكن طيب. ملوش علاقه خالص بانتمائي لاي جماعه. وحتى ساله المستشار انت بتنتمي لجماعه الاخوان المسلمين؟ قال له لا خالص، يعني اطلاقا ماليش اي علاقه بيهم تماما. واكد على انه هو رفع العلامه. بس هو فعلا ملوش يعني علاقه بيهم يا محمد، ولا هو بس خالص والله يعني جات له صور؟ كان في صور يعني. كان في صور ليه في رابعه، ودي حاجه على فكره يعني مش ما هو كان رايح مع صديقه، بس يا ريت توضحها برضه للناس عشان الناس. انا قبل كده نفسي صرحت قلت ان احمد ينتمي لجماعه الاخوان المسلمين، في حين ان انا مخطئ في الحقيقه. ده كلام انا بعتذر عنه يعني، ان انا قلته لان انا توقعت طالما انه كان بيروح رابعه وانه اشار بالاشاره انه ينتمي للجماعه. لكن احمد النهارده اكد على عدم انتمائه لاي حزب او جماعه او فصيل سياسي، وده كلامه، وكلامه هو القول الفصل يعني. صح. طب هو ليه رفض الاول يخش ولولا اصرار المحقق؟ ده كلام مش صحيح. تمام. هو كان النادي الاهلي تبعت المستشار القانوني لحضور التحقيق، فجهاز الكره رفض ان احمد يدخل الا لما يكون المستشار القانوني بتاع النادي موجود، فهو تاخر لحضوره اعتقد جلسه او شيء اخر يعني من هذا القبيل، لكن ما حصلش اي حاجه. حتى احمد كمان دخل للمستشار استاذنه وشرح له الموقف. يعني احنا في انتظار المستشار القانوني. يعني الوقفه اللي بره دي ما كانش هو عايز يطلع ويفوضك انت بس.